السلام عليكم خوتي، معكم ميدوغ الماش. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير ان شاء الله يا رب العالمين. خوتي، اليوم جبت لكم فيديو رائع، قصة مؤثرة جدا جدا. انا اصلا خصي انا اصلا توشيت تأثرت بهذا القصة تاع هذا الشاب. هذا اسم هذا الشاب هو اسمه حمزة، حمزة فقط، ما عندهش لقب، مسكين. قصة هذا حمزة، الأم نتاعها الحقيقية بعد الولادة نتاعها مشات رماته، قاستها في دارته في صاشية وقاستها وين يقيسو حاشاكم الزبل، بلاصة الأماكن تاع الأوساخ في وسط كرطونة، حطاتها تما ومشات بدون رجوع. طفل صغير عاد الحمى، حطت هذه الصاشية في هذا المكان أمام واحد المنزل تاع واحد العجوز، عندها واحد البيت صغير كانت رايحة تروح هي ترمي الأوساخ، ترمي البضاعة، ترمي الزبل حاشاكم. لقات هذا الطفل الرضيع في وسط هذا الكيس من البلاستيك وفي وسط كرتونة. رباته هذا العجوز ولا راجل، ولا في عمره 18 سنة، درس علمته درس مسكين، تعلم هواية كرة القدم، رياضة، حفظ القرآن، سبحان الله. وشوفوا ما نحاربش عن الطريق، قاعد إنسان متماسك وخرج إنسان ما شاء الله متربي. وهذا الفيديو أنا درته لكم خصيصا باش يكون عبرة للناس، سبحان الله، باش نحمد الله ونحمد على النعمة اللي عطاها لنا الله عز وجل. على خاطرش هذا حمزة، هذا الإنسان حمزة مسكين، محروم من الوالدين، مقطوع من الشجرة، قاسى وراهي قاسي لحد الآن. يا رب العالمين تشوفه السلطات، يا رب العالمين تشوف له منزل ويحسن ويعيش أحسن عيشة. شوفوا خوتي هذا الفيديو، تبعوا معنا هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم، ومن بعد الفيديو ان شاء الله غادي نتلاقاو عاود ان شاء الله. واحد نشوفوا المعيشه تاعو اليوميه تاعو كيفاش جايه. ولكن راكم تشوفوا هذه هي دار اليتيم، هذا اللي جينا نشوفوا الحالة تاعو، في دار قديمة عنده غير ضو خفيفة اللي كيما نقولوا حنا تنحيلو شوية من الظلمة اللي عايشها السيد. وين مسكين تاني يطيحوا عليه حطب في دارو، فوالا الدار تاعو كيفاش جاية مسكين، فوالا السيد هذا وين عايش وحدو، وحدو ادوليسون، وحدو في هاد الدار. معليش بلوس دي ديتاي، دوك نقصرو مع خونا ونحكو مامي حبيبنا. نلقاوك عافاك واش تعجبني، تبارك الله عليك، تبان بلي وليد عائلة وتوجور تضحك تبسم. الو خويا العزيز، واش تحكي؟ واش تحكي؟ هاي لك يبا، هاي وريالك، هاي لك، الله يرحمها. امي الغالية وعالمي وقمري، احبك دائما وابدا
وجودك داخل قلبي أبدي لا نهاية له. أخويا العزيز أحكي لي عليك، أحكي لي على حياتك. حياتي شحال نحكيها لك؟ نقدر نقول لك ما عنديش حياة، نقدر نقول لك ما عنديش حياة، شو مانيش عايش حياة لحد الآن، مازال مانيش عايش حياة اللي شو نقدر نحضر عليها ولا فاهمني؟ يعني عايش غير ميزيرية كحلة، ميزيرية الله لي يشوفك في وال نومك وجيتوك وشفتوه، شغل ما كانش أبسط أمور تلعيش ما كانش، هاك فاهمني؟ أبسط أمور تلعيش ما كانش. قوتك كيفاش تجيبه؟ نجيبو أنايا نخدم، نقسم وقتي بين القراية والخدمة والسبور. قسم وقتي بين القرايه والخدمه والسبور. كيما اليوم راح تجوز اختبارات اسلاميه وما طلعت للمارشي، ولا رحت اونترينيت وما طلعت للمارشي في الشتاء هذيك، طلعت ديريكتومون للمارشي. شحال تخلص؟ نخلص 50,000 الجورني. 50,000 نسقسيك، 50,000 دوكا قول لي واش تكفيك ال 50,000؟ 50,000 واش تكفيني؟ 50,000 تكفيني في طاولة واحد كرانطي تصبح، هذا ما كان يا هذا ما كان. انا الماكلة واش راك تاكل؟ ناكل فيها طاملات وناكل كان طيطة، نكذبش عليك والله نتوحش غير ماكلة طاطا ماكلة أباك من عندك واحد خطا حكم لي الله غير كرشي كتسطر والله صدقني بالله كرشي كتسطر مني كتسطر كتسطر ماكلة شغل تاع براك فاهمني، ماكلة تاع برا شغل من عندك نتوحش أي حكا حكا نتوحش نتوحش خشوخة نتوحش الطعام نتوحش هكا إلا غالب معليش شغل مكتوب كيما يقول. يعني الماكلة تاع الدار مشتاقها؟ مشتاقها الله مشتاقها فكرة تاع الدار مشتاقها يا صدقني بالله. وفي رمضان كيفاش راك دير؟ في رمضان هذا رمضان الاول تاعي اللي ماهيش حيبو يجي ما نكذبش عليك صدقني بالله ماهيش حيبو يجي باسكو شغل ما فيه بنا بين العام اللي فات وهذا العام يما ما كانشها طابله فارغه شغل ما نكذبش عليك ماهيش حيبو يجي الله نريحك نتمنى هكا نريحك ندعي مع ربي هاد الايامات راني ندعي مع ربي نقول يا ربي غير ما يجيش رمضان تاع هذا العام لو كان باك انا ما نلحقش رمضان تاع هذا العام ولعل وعسى بالك هذا رمضان بالك يتبدل امرك بالك ربي يجعلك مخرج اللي ما تقدرش تخيله ان شاء الله والله ان شاء الله والله عندي ايمان بربي على باب لي ان الله لا يضيع اجر المحسنين ان باب لي ان ربي بعد العسر يسر على باب العفايس ان شاء الله والله ان شاء الله ما عنديش ايمان ما قدرتش نقول لك عندي ايمان في اي حاجه ابا ربي سبحانه صح دي ثقه تاعي كامل في ربي سبحانه اللي يقدر ما يضيع صح ومع القرايه واصل شويه ما شويه باش ما نكذبش عليك باسكو لا غالب شغل الظروف انا واحد ما يجي ينوضني صبا يقول له تقرا راك فاهمني وفاش تعجبني انا واحد فيك خاطيك تدخين خاطيك امور خاطيني كلش قافل جا سبور نلعب بالون هاد اللعب معرفه بزاف راك فاهم معرفه بزاف سما ما كانش راني حابس راك تعرف كي تكون عندك مالك وكي تكون شغل كاين واحد واقف عليك شغل وكي تكون وحدك شغل اذا لقيت باش تعيش بك هاك مليح هاك فاهمني سما معرفه بزاف والله ما راه ما يصبر برك كيفاش راك مسلك روحك في الدار هذيك كيفاش راك مسلك روحك كيفاش راني مسلك روحي ما كاينش وقت شغل نروح نقرا وما اذا نروح نخدم وما اذا نجي نرقد يعني الدار هذا اللي راني فيه هذه تاع يمك الله يرحمها لي رباتك تاع يما الله يرحمها لي رباتني فوضاوي على كل حال هكذاك وحبوا يحوزوني منها وحبوا ان شاء الله باذن الله تعافهم عندك خوتك جزائريين يوقفوا ان شاء الله تكذب ان شاء الله هكا كيما انت واحكي ما نوض عليك تعرف ما تستيماجين ان شاع الله اعتبرني اسمع كي انا اعتبرني خوك كبير بارك الله فيك يشوفوا كاع خوتك راح يعاونوك بارك الله فيك باذن الله حبيت نسقسيك انا كيفاش لقاتك المراه كيفاش لقاتني كي زيدتني من الحقيقيه الام الحقيقيه الام الحقيقيه رمتني في صاجي تاع بوبال وفي كرطونه قدام الدار تاع هاد المراه رمتني هيداك في عوني نهار رمتني لو 15 فيفري ديما طروار رمتني في كرطونه هكا بالسره السره مازال لاصقه فيا هكاك خضر بالدم هكاك هاي داتني ما السبيطار منا قالت له مع درس عطاه لي ربي نديه ما كاين ما عندها والو ما كاين زوال لي حتى لتمو هكاك قالت له ما درس عطاه لي ربي سما نديه هي سماتني حمزه هيداك وعانيت في حياتي باسكو ما عنديش لقب ما عنديش اسم قعد بلا اسم نقدر ندير سبور لحقت وين لحق وقت وين يقول لك هذا كان يموت ما ندفنوش باسكو بالنسبه للعالم هذا ولا الدوله الجزائريه ما اكزيستيش معليش الحمد لله دوكا ولا عندي اسام ولا الحمد لله انا مدابيا مد نداء يعاونوك في هذا الدار تسقمها يا عطينا الصح انا ما نطلبش والله ما نطلب صدقني بالله شو يدي ما مدهاش وحاجه دوزيام ماش ديموندي في دراهم اي ديموندي ابسط الامور
ابسط امور تلعيش هذا ماك راك فاهمني باسكو اليوم ما تصبش تا انا ما نرقدش هذا ما نرقدش في هذا نغطيه بالباش هذاك تشوفه نغطيه بالباش راك فاهمني نخرج احنا في الكوسي ونريح باسكو ما عنديش ما حد يدخل لي الماء هايك باش راني غالقه بالمخده بالحوايج بليز البرد يدخل لي بارتو هاوليك البرد يدخل لي بارتو هاوليك البرد يدخل لي بارتو حاشك بالفيستا غالقه حاشك غالقه بالمخده بليزور حاشك بوكسر اني غالقه شغل ما بالحوايج برك راك فاهمني هايك من تحت الارض يدخل لي الماء هاوليك هاوليك ها من تحت الارض خويا لا حبيت نسقسيك حاجه نعم على بالي بلي خويا ماناش نقولوا نطلبوا ولا حاجه باينه مي حباب ربي كاينين ولا ناس تعاونك في هذا الدار كاينين يخدموا معاك يعطينا الصحه ماذا بك يعاونوك باينه انا قلت له والله ما نسحق دراهم ما تمدليش دراهم بارك الله فيك ما قدرتش نقول لك انت صدق عليا بدراهم ولا انت صدق عليا هكا معليش انا نقول لكم ليش تبي الدعاء بالدعاء بك يكفيني مي ربي هو اللي يرزق معليش نمد رقم الهاتف تاعك نحطو بينسى يا خويا وش الحاجه الميساج اللي تمدو الناس اللي تشوف الميساج اللي نتو عاونوني من الدار هذا ما كاش غير ابسط الامور هذا واش ندير ما انت موندي منكم ورا كتشوفوا دوش ما عنديش حاجه اللي نقول لك اللي نقول لكم راكم تشوفوا الانسان هذا فوالا وين هو عايش مسكين فوالا الحاله تاعو حاله فريمون مزريه وجان مصغر عايش وحده هو وراسو يا خاوتي والله يجعلها ان شاء الله هذه الحنينه هذه ربي يرحمها ونخليكم في الكلام اللي قالوا أمي الغالية وعالمي وقامي دائما وأبدا وجودك داخل قلبي أبدي لا نهاية له هذا التوعي تاع الجامعة تاع المسيد حافظ كتاب ربي حافظ هاملك ها شو تسمخوا لي قاع شوف هاملك ها شوف الله يبارك عليك عبالك سيرار وين تلقى إنسان كيما أنت وما راحش للطريق مع وجهه باهي بإذن الله راك حاصب البثية ثاني شوف داير هاوما هاك حاصل فيها فهمي الماء تعمر الماء نعمر الماء تجيب سيتيرنا المهم حاجة اللي نقول لك بإذن الله كنت خايف من رمضان يجي ولعل وعسى هذا رمضان أو راح يكون مخرج بإذن الله عاونونا بلي بارطاج و لايك و لايك ما تنساوناش خوتي ميلو بلاش دايما يحبكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.